السلام عليكم. الله، يا في قصة حصلت في بغداد. لولا أني تأكدت من أكثر من محامي عن صحة هذه القضية اللي تداولتها المحاكم العراقية، كان ما صدقت الأحداث. شيء مرعب وشيء يفز له القلب وشيء يخلي الإنسان يغير يعني، أو يخاف يكون طيب في هالدنيا، يكون حذر. القصة الله يسلمكم حصلت من عدة سنوات لامرأة اسمها سحر. سحر فتاة خلوقة مؤدبة، وتقدم لها رجل. هذا الرجل أصلا كان متزوج، وبعد مرور عدة سنوات تبين أن زوجته الأولى ما تخلف أولاد. المهم حصل بينهم انفصال وطلق، وتقدم لسحر رجل محترم وعنده بيت وأخلاق ومن عائلة محترمة. وافقت سحر وتزوجت، وهذا الرجل عايش على أمل أن زوجته تحمل، لأن عنده عقدة في الزواج السابق وخايف وما هو عارف، وإن شاء الله ما أطلع عن العيب مني أنا، وإن شاء الله كذا. وأنتم عارفين، خصوصا هو عارف أن زوجته الأولى هي اللي يعني فيها السبب، يعني سبب عدم الإنجاب. لكن هو كذلك يبي يطمئن، يبي زوجته الثانية تحمل. والحمد لله حملت. أو ينتظر بفارغ الصبر 9 أشهر إلى أن ولدت، وجابت له ولد مثل القمر، طار من الفرح. وصار هالولد عند أبوه وعند أمه سحر كل شيء بهالدنيا. المهم شهر شهرين ثلاث، من كثر ما يعني يحب الولدة وكذا، عسى ما الولد تحصل فيه يعني أي أعراض، نشلة، إنفلونزا، كحة، أي شيء، على طول يطير فيه المستشفى، يأخذ زوجته وولده ويطير المستشفى ويوديه أحسن العيادات، يخاف على الولد. فعلا لما كان عمر الولد 4 أشهر، مرة من مرات كانت فيها كح وشوي سخونة، طاروا فيه المستشفى ودخلت عند دكتور عيادة الدكتور، وجلس الأب ينتظر برا، لأن تعرفون دائما عيادات الصغار في العمر مع أمهاتهم يعني ما يكون فيها الرجال كثير، وجالس ينتظر برا لين تخلص، تدخل على الدكتور يكشف عليه وكذا ويأخذ الأدوية ويرجع. وهو جالس ينتظر، وأمه في طابور الانتظار عند باب الدكتور، أو تجيها امرأة كانت متغطية بشكل كامل، ما يبين منها إلا عيونها، ومبين عمرها يعني فوق 40، وماسكة ولد. امرأة مبين عليها فغيرة ومسكينة وكذا، وجالسة تسولف بينها وبين نفسها، ماسكة ولدها بحضنها وتسولف وتتذمر وكذا. وجنبها اللي هي سحر ماسكة ولدها كذلك تنتظر الدور معاها. فالتفتت عليها سحر، عسى ما شر يا أختي، شنو في ما في وكذا، وأشوفك يعني تتذمرين وتسولفين مع نفسك وكذا، إن شاء الله خير، إن شاء الله الولد ما في شيء. ولدها بحضنها مسكينة وبعد ولافته يعني، توا يمكن عمره أول شهر شهرين يعني. تقول والله أنا عندي مشكلة، أنا كثير يعني أراجع المستشفيات، ولدي مريض وماكو فايدة، وحتى فلوسي كلها راحت على العيادات، فلوسي وفلوس زوجي، وزوجي من كثر ما أودي ولدي للعيادات يوم الأيام حلف علي بالطلاق أني إذا دخلت مرة ثانية على دكتور راح يطلقني. قال خلاص يعني الولد مريض يعني والعلاجات ما تنفع،
رحتي مرة ثانية لأنها كلها تحن عليه وتزن لازم نوديه لازم. قال لها يا بنت الحلال ما خلينا عيادة ما خلينا دكتور صرفنا كثير ما عندي فلوس. فتقول أنا اليوم قررت أني أدخل على هالدكتور لأنه مدحوه يعني مدحونا دكتور شاطر وفاهم وإن شاء الله يلقى لي علاج حق ولدي. لكن أنا عندي مشكلة الحين زوجي حالف علي بالطلاق إن دخلت على الدكتور أتطلق وأنا صراحة ماني قادر أتحمل وأشوف ولدي مريض وهذا بحضني وأنا رحت بعت آخر قطعة ذهب عندي علشان أعالجه. قالت لا يعني والله هذه ورطة صراحة أما ولدك أو إنك تطلقين. قالت لا الله يخليك يا أختي شو اسمك أنت عفوا. قالت لها أنا سحر. قالت له الله يخليك هذا ولدي بحضني وهذه الوصفة اللي هو الكشفية أنا دافع رسومها ممكن تخدميني خدمة الله يخليك. قالت شنو؟ قالت ممكن تاخذين ولدي وتدخلين على الدكتور يكشف عليه وهذا الكشفية وأنا دافع كل شيء الله يخليك ساعديني لأني إن دخلت ترى تطلق على حلفان زوجي ساعديني. قالت لا والله يا أختي أنا بيدي ولدي يعني ما أقدر أشيل اثنين. قالت خلاص خلي ولدك عندي يعني خلصي دور ولدك أو شيء ولما تطلعين أنا أخذ ولدك وادخلي بولدي أنا الله يخليك ساعديني. قالت له حاضر. وبعد هذا عمل إنساني يعني ولده حرام مريض وهذه زوجها حالف عليها بالطلاق. قالت ما في مشكلة فعلا جاء دور سحر دخلت على الدكتور كشف على الولد وخلصت. قالت له دكتور ترى في وحدة أنا بدخل يعني بعدها يعني هذا دوري وبدخل مرة ثانية. قال ما في مشكلة يعني شو دورها ولا. قالت إيه أنا راح أدخل عليك مرة ثانية. قال أوكي. اطلعت سحر بولدها عطت ولدها المنو للمرة هذه اسمها راضية وخذت ولد راضية مع الكشفية ودخلت فيه مرة ثانية على الدكتور. قالها ايش فيه؟ قالت والله ما ادري يا دكتور نبيك تفحصه. اول ما فتح اللفه او القماط شو يسمونه اللي يلفون فيه الولد الولد نايم يعني اول ما فتح القماط او ينذهل الدكتور من منظر بشع ومرعب جدا جدا. بدا يصرخ الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم ولا هذه جثة لولد عمره شهرين بدون أحشاء وحاشين جسده بالقطن يعني فقط رأس وكتوف ورجول لكن المعدة البطن ما في محشي كأنه لعبة. أو يصرخ الدكتور يوم شافت سحر المنظر هذا او تقوم تصرخ ولدي ولدي عند فلانة او تطلع من عيادة الدكتور تبي تاخذ ولدها اللي عند راضية ولا راضية مختفية ماخذة ولدها ولد سحر وهاربة فيه وتركت عندها جثة الولد اللي عمره شهرين اللي بدون احشاء ومحشينه بالقطن او تصرخ ولدي ولدي وتلطم والله يخليكم تركض بالشارع والدكتور وراها امسكوها المجرم الحقير على منو على سحر اللي ورطته ما يدري وشنو القصة ويلقون القبض عليها ويطلب الشرطة وهذه المرأة تصرخ او تبكي. قال ما لي شغل فيك والله ما هدك الا الشرطة. لين جو الشرطة شو السالفة؟ قالوا يبا هذه المجرمة هذه جابت لي جثة لولد عمره شهرين بدون احشاء ويوم شافوا ويندهلون يخرب بيتك المجرمة يلي ما تخافين من الله. قالت والله العظيم هذا مو لي المرة اللي عطتني هالولد هذا خذت ولدي. الناس مو سامع لها يعني ولا الشرطة قالوا تعال هناك في مركز الشرطة انت فاهم. خذوها ورفعوا جثة الولد للطب الشرعي والدكتور جاء وشاهد قال فعلا هذه دخلت عندي ومعاها هالولد هذا
وشفته بهالمنظر وانا اللي بلغت ومسكته، وكانت تحاول انها تهرب من العياده وانا ركضت وراها مسكتها في الشارع. ما ابيها تورطني صراحه، انا بخلي مسؤوليتي. قالت والله العظيم انا دخلت عليه اول شيء معاي ولدي وكذا. قال اي نعم، دخلت معاي كذلك معاها واحد ثاني، انا ايش دراني هذا ولدها ولا هذا، انا ما ايش دراني. زين الكشفيه؟ قال اي كشفيه، اعطتني ورقه فاضيه ومو معبيه فيها شيء ولا اصلا عليها رسوم ولا اصلا ماخذه من السكرتاريه اللي في بدايه العياده الكشفيه، ورقه فاضيه وجابتها لي مع هالجثه. وتورط سحر، ولدها راح ومتهم الان بجريمه، جريمه قتل، جريمه قتل بشعه كذلك. شلون ولد مفضين احشائه ومعبينه قطن؟ ليش وليش لين درى زوجها في الموضوع هذا؟ هذا الرجل مسكين الحين ولده اللي اعز ما يملك، اللي ما شاف الخير الا فيه، هذا الزوج وهو ينتظر برا ولا حس بشيء. زوجته طلعت عند الباب مسكها الدكتور دخلها داخل وهذا قاعد بالسيارة ولا يدش صاير. شوي وجايين الشرطة دخلوا إلى داخل العيادة وهذا الظهر لاهي، الظهر يشتري له أغراض، قاعد بالسيارة غفها بالسيارة نايم ما يدري، ينتظر ساعة ساعتين بالسيارة. يوم تأخرت نزل العيادة يسأل وين راحت، الناس ما عارفين يعني، هو يتكلم ويدور منه، يدور زوجته. شوي ولا متصلين عليه مركز الشرطة، تعال شنو فيه؟ زوجتك عندنا سحر. شو وداها المركز وانا منزل العيادة وانا كنت موجود برا؟ ويطير الى مركز الشرطة ويقولوا له القصة وينجن الرجال. اولدي وين؟ اي ولد، مو ولدك هذا؟ قال لا هذا مو ولدي، ولدي كان معاها فعلا وكان مريض ودخلت فيه تكشف عليه يعني. يا سحر تكلمي؟ قالت والله العظيم اللي صار، دخلت بولدي وجنبي واحدة ترجتني اني اساعدها واخذ ولدها ادخله على الدكتور عشان يكشف عليه، وخذت مني ولدي. وانا هني حسوا ان كلام سحر صحيح وانها كانت ضحية. الحين وين ولدها وشنو قصة هالولد هذا اللي بدون احشاء؟ الأم اللي هي سحار، مركز الشرطة، والأبو بكي وحزن والصياح، والعالم وأهلهم وجماعتهم يجون لهم. أثناء وجود سحر داخل مركز الشرطة، في واحدة اسمها ندى. ندى هذه بنت من بنات الليل، صايدينها بقضية دعارة، وكان موعد الإفراج عنها، حاجزينها كم يوم وخلاص ويبي يفرجون عنها. أثناء وجودها داخل مركز الشرطة شافت القصة، قصة سحار وولدها، وجلست تستمع، يعني فيها فضول وتستمع للقصة، وش صاير هذه، شلون بايقين ولدها وولد الثاني اللي عطوها إياها أحشاء كله قطن. المهم سمعت من ضمن السوالف اللي سمعتها اللي هي هذه ندى فتاة الليل، سمعت سحر شو تقول؟ تقول لما قالوا لها شنو مواصفاتها، قالت عمرها تقريبا في الأربعينات، لكن أنا يعني مو مثبتة لأنها متغطية بالكامل، لكن من هيئتها من صوتها من كلامها تقريبا في الأربعينات. وقالت إن اسمها راضية، وفي شيء مميز فيها إن لما سلمتني الولد أنا لاحظت في وشم أو يسمونها دقوق دقة، يعني في هذا من الزينة حق قبل في البادية وفي العراق وفي سوريا، وفي كانوا يسمون مثل الزينة للنساء قديمة طبعا، دقوق خضر، لكن كانت الدقة أو النكشة اللي على إيدها، على إيد راضي المجرمة، كانت على شكل مثلث وكانت مميزة العلامة. يعني الناس اللي تحط دقوق
ما كانوا يسوون هالشكل هذا المثلث، إلا بعضهم يسويه كوسم أو كشيء يثبت، أو إنه علشان الناس تعرف إن هذا من العائلة الفلانية، من العوائل اللي مثل يعني مثل النوار والغجر وغيره. يعني في بعض العوائل عندهم يسوون دقة أو نكشة مميزة إن هذه بيت فلان، هذا بيت فلان. فكانت العلامة مميزة على شكل مثلث. سمعتها منه ندى، سمعت الكلمة هذه من على إيدها النكشة وكذا، وسكتت وقالوا لها أنت إيش عندك بعد قاعدة هني مطلعنات؟ يلا ذلك يطلع برا يلا، ومرة ثانية لا نشوفك في ملها ولا نشوفك في مكان ولا كذا، يلا برا. طلعت هذه ندى شيطانة. يوم سمعت إن دق على شكل مثلث ومواصفات المرأة يعني في الأربعينات متغطية، قالت هذه الحركات تسويها راضية، راضية بنت فلان، وهالدقة هذه أو الوشم يسوونه عائلتهم حريمهم، يعني مجموعة حريم وخالاتها وعماتها وكذا كلهم نفس الوشم كذي يسوونه ومشهورين، وهذول كذلك بنات سيئات يعني عندهم بعض الأمور، منها دعارة ومنها السحر والشعوذة، منها السرقات والنصب الاحتيال وكذا، وهذه الظاهر ندى مر عليهم وتعرفهم العائلة. فلما رجعت البيت ندى قعدت تفكر في الموضوع، كسرت خاطرها سحر أم الولد اللي اختفى وشافت شلون تبكي ومنهارة، صحيح بنت سيئة اللي هي ندى، لكن عندها قلب، عندها إنسانية يعني. قاعدة تفكر قالت والله معقولة تطلع هي نفسها راضية اللي أنا أعرفها، خليني أساعد هالمرة هذه سحر ويمكن أطلع منها بشيء، بجائزة مكافأة ومنها عمل إنساني، خليني أتأكد يمكن تطلع فعلا هذه راضية. اليوم الثاني وتروح إلى واحدة يسمونها الشيخة، هذه سحارة من السحورة، هذه تسوي طش طشة مشهور، طشة تجيب مجموعة حصى ولا محار ولا صدف ولا وتطشهم كذي وتضحك على الناس وتقول محظك كذا راح يطلع لك كذا، أنت مستقبلك خايس مروح ولا أنت راح تصير غني. تضحك عليه والناس تصدق، ودائما الضعيف دائما يصدق، يعني ضعيف إيمان وضعيف عقل وضعيف ثقافة. المهم راحت للشيخة، هذه الشيخة تكون هي خالة راضية، وهذه هي اللي تدير العائلة، نسوان العائلة السيئة، لأنها كانت هذه تدير وكر دعارة لما كانت في شبابها، والحين صارت كبيرة في العمر وانتقلت إلى السحر وعايشة في بيت خراب على أطراف بغداد. وتروح لها قالت لها شيخة شلونك شخبارك؟ قالت لها شيخة في عائلة غنية وهالعائلة مساكين الله ما رزقهم بعيال. قالت زين وأنا شنو علاقتي؟ قالت يا شيخة إذا تعرفين أحد عنده ولد يبيعه يعني ترى العائلة تدفع وعندهم خير من رب العالمين. قالت ها والله صراحة في والله كأنه في ولد. قالت لا بس يا شيخة يبون ولد عمره بالأشهر يعني من 6 أشهر وأقل، ما يبون كبير. قالت والله في ويدفعون؟ قالت يدفعون لك بالملايين بس جيبينهم الولد. قالت والله أنا بكلم راضية، أنا راضية شفت عندها ولد عمره شهر شهرين، وبعدها يعني هم شفت عندها ولد عمره 4 أشهر، خلينا نشوف يمكن تبيع لنا واحد فيهم. قالت له والله جزاك الله خير شوفيها، والفلوس اللي تبينها أنا أضمن أجيب لك العائلة الغنية وتعطيك فلوس لك أنت وحق راضية كذلك، بس جيبي لي الولد. فعلا الشيخة راحت كلمت راضية قالت له عندك ولد للبيع وكذا؟ قالت عندي.
كانت خلاص في هذه ندى صديقتنا وكذا وعندها عائلة غنية وتبتشتري. اتفقوا مع ندى وقالوا لها خلاص وكذا. وشافت الولد، ولد كتكوت عمره 14، أبيضان وحليوي، يعني عرفت ان هذا ولد المرة، ولد سحر اللي انخطف. قالت زين وين اللي ابو شهرين اذا في يعني في واحد ثاني؟ قالت لا ابو شهرين مات الله يرحمه وشي دفناه، في اللي عندنا هذا ابو 14. قالت زين هذا من وين جايبينه؟ قالت والله هذه امه مسكينه من ولدتها ماتت وكذي، وهذا يتيم واحنا ندور له على عائله يعني تحافظ عليه وتسعده وتصرف عليه وما يقصرون اياه ويكون ما عندهم اولاد. قالت لا جزاك الله خير، يعني هم تعطينا حق عائله مساكين محرومين من الظنى وكذلك تبين اجر؟ قالت اي والله شو نسوي بعد، اهم شيء يدفعون طبعا. قالت ابشر بالفلوس. اليوم الثالث الرابع وتروح ندى الى ضابط مركز الشرطه، طبعا معروفه عندهم ندى بنت حليوه وكذي وشغاله في يعني في الملاهي، وتمر عليهم كل يوم مشاكل، يا سارقه زبون يا صايدينها بلا مصيبه، ويتركونها يحجزونها يومين ثلاثه ويتركونها. فقام يعرفونها اول ما دخلت ويشوف الضابط، انت بعد رجعتي مره ثانيه؟ انت ما تبين؟ ايش تبين انت؟ ايش عندك هنا؟ قالت اسمعني يا حضره الضابط بقول لك موضوع. قالت تفضل يقول ايش عندك بعد؟ قالت هذه ام الولد ايش صار عليها اللي قبل كم يوم انا كنت موجوده وسمعت السالفه. قال لو انت شكو بالسالفه. قالت والله انا كسرت خاطري وحزنت عليها، ايش صار يعني لقوا الولد؟ قال لا والله ما لقيناه للحين، والله ما يندرى صدقها من كذبها، هي متعاونة وياهم ولا هو فعلا ولدها ولا ما، الله السالفة طويلة وعند المباحث مو عندي أنا. قالت الزين حضرة الضابط أنا بقول لك شيء، أنا يوم سمعت السالفة وقالت إن اللي سرقت ولدها وعطتها الولد هذا على إيدها وشم، أنا بصراحة اشتبهت بوحدة أعرفها، وهذه عندهم لعب، هالعائلة هذه عندهم لعب، والعائلة هذه يتاجرون كل شيء. فأنا عرفت من هالوشم، قلت يمكن هالعائلة، ورحت فعلا شيكت وتأكدت إن اللي خاطفة بنت هالمرة هذه اللي اسمها سحر اللي عندكم في مركز الشرطة هي فلانة. قال أنت إيش دراج؟ قالت والله نفس المواصفات، وأنت إيش خسران؟ هذا أنا أعرفها، لا هي متزوجة ولا شيء، وعندها ولد، كان عندها واحد ومتخلصة منه، والحين عندها الثاني، وفعلا مثل الكلام اللي صار واللي قالته هذا المسكين الضحية اللي عندكم، ان هذيك عطتها ولدها اللي ميت اللي عمره شهرين، وخذت ولدها المرة المسكين اللي عمره 14. قالوا انت وش متأكدة يعني شفتي؟ قالت انا شفته بعيني، وانا ضحكت عليهم علشان يخلوني اشوفه، قلت لهم ان في عائلة غنية ومستعدة تدفع المبلغ اللي تبونه وهم منتظريني، وانا طلبت منهم ان يحافظون على الولد يومين لحد ما اجيب لهم العائله. او ياخذ ندى ويصعد فيها عند المباحث ويخليها تقول لهم القصه، وفعلا الكلام اللي قالته ندى كان مطابق للمعلومات اللي ادلت فيها سحار ولطبيعه القضيه، وفعلا اللي الجثة عمرها شهرين اللي موجود عند هذه الشيخة وبنت اختها اللي هي راضية عمرها 14، الولد أبيضاني مثل ما وصفته أمه، يعني 90% أن كلام ندى صحيح. قالوا خلاص شلون أنت منسقة وياهم؟ قالت إيه نعم أنا بلغتهم أنه في أسرة غنية وكذا. قال ما في مشكلة، وفعلا ويقوم هالضباط ويلبسون لبس يعني لبس مدني وكذا، ويروحون مع ندى إلى بيت الشيخة. يوم راحوا بيت الشيخة، السلام عليكم. عليكم السلام. قالت لها ندى هذا الرجل هذا تاجر ومعروف وغني ويبي يشوف الولد اللي قلتي لي تبي تبيعينه. قالت إيه حاضر، وتنادي راضية وراضية تجيب الولد ويشوفونه وكذا شوي، ويلقون القبض على الشيخة
وعلى راضية وياخذوا منها الولد. يوم ودوا إلى مركز الشرطة وتشوفه سحر وتنهار من البكي. انصدمت، ولا هذا ولدها سالم معافى ابدا ما فيه اي شيء، رب العالمين احفظه وجابه لين عند امه، وجابها المصادفة اللي على ايد هذه ندى يعني اللي بالصدفة اكشفت القضية بالكامل. ما كنت بطويلة هني بداية القصة. تقول لي ليش يا ابو طلال؟ انا اقول لكم الحين تقول لي زين وين سالفة الولد اللي داخل بطنه حاطين قطن ومحشينه، ليش وشن قصته؟ هذا اللي بقول لكم اياه. وهني الكارثة بالموضوع. الله يسلمكم، بدأ التحقيق مع راضية وخالتها الشيخة. طبعا الشيخة ما لها علاقة بخطف الأولاد، كبيرة في العمر وشغالة في السحورة فقط يعني، أما راضية هي لعبتها السرقات وخطف الأولاد. هذه راضية بدوا يحققوا معاها، قالت والله أنا مطلقة وقعدت يعني أشتغل في كل شيء، في الدعارة وفي السرقات وفي النصب والاحتيال وكذا، وراح فيني الزمن، والحين عمري أنا 46 سنة وما عندي لا ظنة ولا شيء، ويوم من الأيام فكرت إنه يكون عندي ولد، وصار هالموضوع شاغل بالي إنه واحد ينسني يعني، ولد ينسني إذا كبرت يشيلني كذي في بالي يعني. في يوم من الأيام وأنا أتمشى في السوق كالمعتاد أدور لي ضحية أنصب عليها أسرقها أسوي أي شيء، وأشوف مرة قاعدة تتسوق وشايلة بيدها أغراض وشايلة بيدها ولدها اللي عمره 2 شهر. فأشوفها يعني مثل المفهية، عرفت من وجهها أنها مفهية ومتبهذلة ومو عارفة تتصرف، وأغراضها شوي يطيح منها كيس شوي يطيح ما أدري شنو، وتنزل على الأرض تشيل أغراضها وولدها بحضنها ووجهها. قلت لها يا يا حبيبتي أنت شيك مبهذلة عمرك كذا، أعطيني ولد أشيل عنك، شيل أغراضك أنت شيل أغراضك. وتقول عطتني إياه، وفعلا أنا حطيتها بحضني وهي على طول شالت أغراضها وبديت أتمشى معها. قلت لها أنت إيش عندك هنا في السوق؟ قالت والله قاعدة أتشرى وكذا وعندي ضيوف في البيت وأنا متبهذلة. قالت أبد أنا ما عندي شيء فاضية، روح اشتري اغراضك وانا امشي معك. قالت لها جزاك الله خير ومشكوره وانا ما راح اقصر وياك راح اعطيك. قالت لها اوكي، وفعلا من محل لمحل لين تغافلت وهربت بالولد ورحت فيه للبيت عند منو؟ عند خالة الشيخه. وكنت مستانسه بالولد، وهذه اول مره اخطف فيها يعني انسان اللي هو ولد، والنية اني صراحه بربيه ويكون مثل ولدي وخلاص. بعد 2 أسابيع ويزورنا ولد خالتي ولد الشيخة، زوجها متوفي وعندها عيال وعيالها مطشرين، كل واحد بعالم، وكل واحد اللي يشتغل بالتهريب اللي يشتغل بالنصب والاحتيال، أقول لكم عائلة سفلة يعني. وهالنوعية ترى من العوائل السفلة على فكرة موجودين في كل دولة في العالم بدون استثناء. المهم أو يجي ولد خالتي ولد الشيخة عمره في أواخر 20s ويشوف الولد، قال هذا من وين جايبته؟ قلت له والله شوف أنا خطفته من مرة وأنا بربيه. وقال له شنو؟ والله العظيم إني لو أحطك في راسي لأبلغ عليك وأورطك توريطة ما صارت، تفهمي؟ قالت له ليش ليش؟ قال لها شوفي هذا الولد لازم انت تخلص منه، لكن علشان نستفيد منه انا يعني ابي اجيب دكتور يشوفه. قالت له تجيب دكتور يشوفه؟ شلون يشوفه يعني؟ قال انت مالك شغل، خلاص انا 2-3 وامر عليكم. تقول فعلا بعد 2-3 ولا جاي ومعاه دكتور، هو يقول هذا دكتور جراح يعني. قال وين الولد؟ عطيت الولد، دخلوا فيه للصالة وسكروا علينا باب الغرفة. بعد 2-3 فتح لنا باب الغرفة وطلع هو الدكتور ومشوا.
والولد خلوه في الصالة. تقول أنا جيت حق الولد ولا مفرغين كل أحشاء الولد. هذا الدكتور يشتغل في بيع الأعضاء البشرية، وهذا ولد خالتها اللي اسمه فهد وهو الديلر أو شغال تهريب، وكان موضوع تجارة، تجارة بيع الأعضاء بين العراق وبين الأردن، كان يهرب بين العراق والأردن. وانتم سامعين يمكن كثير من القصص صارت في مصر، صارت في سوريا، صارت في الأردن، صارت في سوريا وفي كثير من الدول يعني. بس أنا أذكر هالقصص هذه، أن واحد يدخل العيادة فيه لوز يطلع باقي منه كله، يعني شيء غريب يعني. وشوفوا الأحداث يعني، حتى الضحايا طلعوا في اليوتيوب كثير منهم، اللي مفقودة كليته، اللي ماخذين جزء من الكبد وهو ما يدري داخل على عنده فتاق عنده ما أدري شنو، ولا بايقين منها عضو بشري، ولا بايقين منها ما تدري، ويبيعونه. هذول تجار أعضاء البشرية هم ترى اللي يأخذون مبالغ خيالية ويضطرون إنه يسوون غسيل أموال عن طريق اللي تعرفونهم أنتم. فشوف شون شيء يسحب شيء، جريمة تسحب جريمة. فيبيعون، واحد يبيعوا له كلى، واحد يبيعوا له قلب، واحد يبيعوا له عيون، واحد يبيعوا له حتى العضو الذكري وكذا يعني. في ناس عندها أمراض ومحتاج، فيجيبوا له ضحية ويشوفوا له صغير في العمر ولا كبير في العمر ولا يعني، ويبيعوا له ويمشون. ناس خلاص قلب ما فيه، أو إنه يستخدمون جثث الصغار في العمر أو الكبار في تهريب المخدرات والحشيش، والناس ميتة قلوبة يا جماعة. المهم لكم بالطويلة. تقول فعلا دخلت الصالة ولا هذا الولد ما يتحرك، يوم شلت اللفة ولا البطن ما فيها أي أحشاء، عرفت أن ولد خالتي قاتل الولد هذا وهو طبيب وبايقين أعضائه. فكلمت خالتي قلت لها الحين شو نسوي، قالت خلاص تخلصي من الجثة وانتهى الموضوع، لا هو ولدك وانت اصلا خاطفته، روح ارميه وفكينا من. تقول انا فعلا جت في بالي فكرة ثانية، ليش اروح ارميه اخاف احد يشوفني وانا ارميه في الزبالة ولا في جورة المجاري، ولا احفر ولا ارميه بكيس واحد يعثر عليه ويحطه ويدورون علي ويصيدوني بكره. وكثير من القضايا الناس انصادت يعني، تخلص من الجثه ويعرفون انه هو اللي تخلص منها، ليش ما اورط شخص ثاني فيه؟ فاللي جاء في بالي اني احشي بطنه بالقطن، وعلشان ما يبين ان في شيء وانه كانه صاحي يعني ما في شيء، ولفه في المهاد واروح اتركها في احد العيادات. وتقول هذه الفكره اللي كانت ببالي، فعلا رحت للعياده ومعاي الولد، جلست جنب منه جنب سحر، ولا هذه سحر مبين من وجهها ومسوالفها انها مفهيه وغلبانه وعلى نياتها. اول ما بديت انا يعني اتشك واقول زوجي والله حالف علي اني ما ادخل على دكتور وراح يطلقني وما ادري شنو، على طول شفتها تاثرت وبايدها الولد، قلت ليش ما اخذ الولد اللي بيدها وابدلها باللي عندي. قلت لها الله يخليك، ممكن تدشين بولدي هذا تدخلين على الدكتور وهذه الكشفيه موجوده، بس خلي يكشف على ولدي وخلي ولدك عندي وكذا. وصدقت. تقول انا استغربت منها شلون تترك ولدها عندي، وفعلا راحت دخلت الدكتور بعد ما كشفت على ولدها. لما طلعت عطتني ولدها وخذت ولدي ودخلت على الدكتور، طبعا مو ولدها هذه اللي هي تدعي انه ولدها. تقول اول ما دخلت انا خذيت الولد وركبت التاكسي وهربت. الله لا يعطيك العافيه. مالكم بطويله، الشيخه وراضيه احكموا عليهم بالسجن كل واحده فيهم 20 سنه بتهمة الخطف، خطف ولدين طبعا، وبتهمة النصب والاحتيال. يدورون على منو؟ يدورون على فهد المجرم اللي قتل الولد وخذ أعضاءه. تم تعميم على فهد وتم الحكم عليه
غيابيا بالإعدام هو والدكتور، لكن إلى الآن لم يتم القبض لا على فهد ولا على الدكتور، لأن الدكتور ما حد يعرفه إلا فهد، وفهد من عرف أن راضية وأمه تم إلقاء القبض عليهم هرب طلع برا العراق، وكانت هذه نهاية سالفتنا. وانتبهوا لا تصيرون أو تكونون طيبين زيادة على اللزوم، حرص ولا تخون. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.